عليكم البنات، لاباس عليكم؟ صافا، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الصراحه ما بقاوش عندي افكار شنو نصور لكم، داكشي علاش غبرت عليكم. اما انا راني جالسه اختي في الدار، الراحه والسياحه دابا، غير ما عنديش شنو نصور لكم، ما عنديش شي فكره هكا اللي نصور لكم. وجاتني واحد الفكره زوينه 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 وعمرني درتها في القناه، هي نصور لكم واحد الفيديو غادي يكونوا فيه خداع الميك اب اللي كاينين في التيك توك، اللي كيكونوا في التيك توك مثلا. غادي تكملوا معايا الفيديو وغادي تفهموني علاش كنهضر. المهم انا جمعت لكم هنايا بزاف ديال الخدع ديال تيك توك، سجلتهم هنايا عندي وغادي نبدا لكم. غادي نبدا لكم، جمعت شي 5 ولا 6. غادي نبدا لكم اول حاجه، كما كتشوفوا راني بلا ميك اب، بلا حتى شي حاجه، ايد غاطيه وجهي، مصايبه غير حجباني باش هكا. غادي نشوفوا هذا المكياج اختي ديال تيك توك فين غادي يوصلنا. نمشيو معاه درجه درجه. البنات اللي اول مره كتشوفوني، مرحبا بكم في القناه، وما تنساوش تدخلوا تابوناو وما تنساوش ديروا لايك للفيديو. و البنات اللي موالفين كيتفرجوا فيا ومتتبعات ديالي، ما تنساوش تعطيوني افكار هكا، شنو بغيتو نصور لكم، بغيتو شي فيديو على شي حاجه هكا باش نحركوا شويه القناه. عرفتوا الصراحه والله ما بقيتش كنعرف شنو نصور، حيت ما تسالاو لخت الافكار مع التالي ديال لندن، صافي تسالاو لنا الافكار وهدى مشغوله باش تصور. وهادشي اللي كاين دابا، غادي تبداو معايا الفيديو ونبداو باول حاجه. كيف ما كتشوفوا البنات، غادي نبداو باول فيديو اللي كيبان لكم دابا هنايا. فهي كتقول زعما نبدلوا الروتين ديال الفون دو تان. اول حاجه حطت مرطب، ثاني حاجه دارت باودر، ثالث حاجه دارت سيتين سبراي، رابع حاجه برايمر، وخامس حاجه الفونديشن ديالك، تاع الفوندوتان ديالك كتحطيها. و كيف ما كتشوفوا هكا كيعطيك واحد اللوك اللي هو زوين، كيف ما كتشوفوا واحد لي في ناتوريل. انا عندي جوج ديال الحوايج ديال الفوندوتان، فغادي نستعمل على هاد الجهه واحد الخدعه، وواحد الجهه غنستعمل عليها خدعه اخرى ولا هاك اخرى. المهم بقاو معايا نبداو. اول حاجه كيف ما كتشوفوا حطت مرطب، فغادي نولي نعاود نرطب وجهي. المهم غادي نديرو على هاد الشيها هاد الخدعه هادي. المهم كتحط، غادي نحط غير هنايا ومن بعد ما حطت المرطب حطت موراه باودر، فغادي نحط الباودر تاعو. كنحس اختي بهادشي غادي يخرج بشكل. المهم نطبق الباودر على وجهي كامل. انا كنستعمل هاد الباودر ديال شي كلام غزاله. ثالث حاجه كيف ما كتشوفوا رشت الفيكساتور، شنو هذا اختي، شنو هذا، خليوه ينشف. ومن بعد ما نشف كيف ما شفتو ولا تحطت برايمر، فغادي نحط البرايمر ديالي. ما عرفتش انا كيفاش غادي ندير نطبق هذا البرايمر. اخر حاجه دارت الفون دو تان. انا قبل ما ندير الفون دو تان، عرفتوا البنات عندي هنا واحد الخط، ها هو واش كيبان لكم ولا لا؟ شفتوه بحال الفون دو تان ميعه ولا ما عرفت كيفاش، ما عرفتش هادشي كيفاش داير. المهم يدي كنحس بها في شكل، فغادي خليونا نديرو الفون دو تان نشوفوا هادشي فين غادي يوصل اختي مع هادي، ونطبقوا الفون دو تان ديالنا.
كتشوفوها البنات بالنسبه للوك فينال يعني ديال الفون دو تان ماشي بيرفكت وماشي يعني قبيح، جاني مزيان، جاني الصراحه مزيان. المهم ما عرفتش عطاني واحد الجلوي في اصلا فون دو تان اللي كنستعمل زوينه، ولكن شفت بحال عطى واحد الجلو في الوجه ديالي، عطاني واحد هكا واحد الاشراقه. ندوزو للهاك الثانيه ديال الفون دو تان باش نطبقوها على هذا الوجه باش ما يبقاش نصاكه نصاكه. فبالنسبه للهاك الثانيه كيف ما كتشوفوا قدامكم، فاول حاجه كتحط الفون دو تان هكا في وجهها بصبعها كيف ما كتشوفوا، هي نقط يعني كتحط غير نقط على وجهها. تاني حاجه كترش سيتين سبراي ولا الفيكساتور وغتخليه غينشف واحد شويه، وغادي تبدا تبلاندي بالبيوتي بلندر وشوفوا لافي اللي كيعطي خطير كيبان في الصوره. نجرب اختي حنا عاد ديك الساعه نحكمو. فشنو قلنا، انا راحنا مرطبين ومقادين داكشي، غادي نحطو عاود هنايا فون دو تان، انتوما غادي ندير بحالها يا اختي. البنات شدت فيكساتور ورشت على وجهها، وعرفتو كان حماق على هاد الفيكساتور، كان حماق عليه وعاد ما كنستعملوش بزاف، ولكن خطير خطير خطير، فيه واحد الريحه كتحمق. نخلي هادشي ينشف واحد شويه، هو بديت كنحس به نشف شويه كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نبلاندي، فكيف ما قلت لكم البنات شفتوا هاد البلاصه شويه ماط على هاد البلاصه قلوي كلها كتبري هاد البلاصه بزاف، وهاد البلاصه شويه. بالنسبه للفيكساتور ما تخليوش حتى يبس في مره يعني حتى ينشف مره، غي ها كينشف فيه واحد شويه صافي بقاو تبلانديو باش ما يطبعوش ليكم داك الدوائر تما. صراحه الفينيشين زوين يعني ماشي قبيح، عجبني ستين، عجبني زعما اللف ديالو زوين، حتى هو اللف ديالو زوين. وغادي ندوزو للهاك الثالثة. دابا بالنسبة للهاك الثالثة ولا الخدعة الثالثة، فهي ديال الليفت ديال الوجه، كيفاش كنرفعو هاكا الوجه، فغادي نديرها على هاد الجهة ونخلي هاد الجهة باش لا عجبتني عاد ديك الساعة نديرها هنايا، فغادي نطبقها هنايا أول حاجة. فغادي نبداو نشوفو الفيديو كيف ما كتشوفو البنات. أول حاجة كتحط البرونزر هنا هنا هنا، بلاشر هكا وكونسيلر، وكتبلاندي كل شيء بالفوق وكيعطي الفينيشن زوين. فانا غادي ناخد هاد الباليت اللي كتشوفوا عندي هنايا هي اللي غادي نستعمل، وناخد البانسو يا اختي، هادشي خصو البانسو. اول حاجه البنات كيف ما كتشوفوا زيت شعري حيت اختي غادي نخص هادشي البلاند بلاند، فخديت هنايا البانسو درت فيه الكونتورين. فكيف ما كتشوفوا هنا خديت بيوتي بلندر جديده باش نبلاندي بها هاد الكونتورينغ هذا.
كما كتشوفوا الصراحة النتيجة واضحة، غير هو هنايا جاني شوية هذا ما مدموش، فاخديت هذا بانسو جديد وغادي نحاول ندمجهم مع بعضياتهم باش ما يبقاش هكا اللون. شفتوا دابا حبيت صراحة غزال. شوفوا عطا هز لي شوية الحنيكات مع انا الصراحة كيخصني هكا يجيبني الحنيكات. عرفتوا انا راه ما نكرهش نزيد واحد الخطيط هنايا ونبلاندي مزيان باش كيهز لي حناكي. شفتوا الصراحه كيعطي واحد اللافت غزال، فغادي نطبق نفس الطريقه على جهه اخرى ونرجع لكم. كما كتشوفوا الصراحه عطات واحد النتيجه زوينه للوجه، عجبتني انا زعما الصراحه. بالنسبه لهذه الطريقه غادي نولي نعتمدها حيت حبيتها بزاف بزاف. سميتو راني جا مع الشعر من هنا ومن هنا لا. فندوزو للهاك الثالثه ولا الرابعه، الرابعه كنظن الرابعه، الهاك الرابعه ولا الخدعه الرابعه. بالنسبه للخدعه الرابعه هي ديال الفاغا بوبيغ، فكيف ما كتشوفوا هنايا البنت كتاخذ تيشو ولا كلينكس كتحطو على اللون اللي بغات وكتحطو على عينيها هكا. شوفوا حطت ثلاثه الالوان جاوها خطيرين، ونفس ثلاثه الالوان اللي غادي ندير اختي، انا حبيت الشكل كيفاش جاها. ونبداو دابا البنات، قبل ما نبدا هاد لو تريك هذا ولا هاد الخدعه هذه، فغادي ندير كونسيلر على الجفن ديال عيني كامله وغادي نثبتو باودر باش هكا اللون يجي واضح كيف ما كان عندها هي في الفيديو. دابا خديت تيشو وشوفوا الباليت اللي غادي نستعمل هي هذه. شوفوا اللوينات اختي، شوفوا اللوينات شحال غزالين. فغادي نكمش الكلينكس وغادي نحطو على هذا الشكل هذا. نزيد واحد شويه، الله يستر اختي، نقص شويه. غادي نكمش عاود تيشو وغادي ندير به الصفر. صراحة والله الا عجبوني لي كولور، فنقيت هنايا داكشي اللي كان تحت عيني. ودابا خديت بانسو هكا اخاوي وغادي ندير واحد غي بلاند خفيف هكا من الفوق، وشوفوا النتيجة اللي عطات خطيرة. عجبني اللون، عرفتو حمقني، وغادي نزيد عليه اختي شي ايلاينر، هذا خصو غير ايلاينر ماسكارا يجي غزال. غادي ندوزو دابا للهاك ديال الماسكارا او الخدعة ديال الماسكارا. فكيف ما كتشوفوا هنايا البنت قدامكم دارت ماسكارا، حطاتها هكا على شفارها، من بعد بدات كتمشط 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 وعطاتها واحد لفي خطير. عجبني هكا كيجي ساحب العين، فغادي نجربو هاد الخدعه هادي ونشوفو شنو غادي تعطي معنا. اول حاجه غتحتاجو ماسكارا، هاني خديت الماسكارا ديالي. صراحه زوينه زعما الكوش الاولى ديال الماسكارا عطات هذا الشكل زوينه. غادي نسينا ليها واحد شويه ونزيد كوش واحده اخرى ونشوف شنو غتعطيني. البنات كيف ما كتشوفوا حبيت هاد الخدعه هذه، صدقت لي، شوفوا صدقت لي على هاد العين كثر ما صدقت على هاد العين. كتعطي هكا واحد لفي، الشفيرات ديال كيجيو هكا مايلين ومجبدين هكا كيجبدوا لك العينين. فغادي ندوزو للهاك او الخدعه اللي موراها. فبالنسبه للهاك اللي موراها ولا الخدعه اللي موراها، فشوفوا البنات كيف ما كتشوفوا كيفاش كتصايب شفرها لتحتانين، كتحتاج ماسكارا ونتاف. وغادي نطبق اختي تحنا لهاد الهاك هادي، فغادي ناخذ الماسكارا. شوفوا الشفيرات التحتانيين
وعندي بحال بانسو ديالها، شوفوا بحال نتاف ديالها. فغادي ندير هذا هكا بالطول، كيبانليش مع الضو. عرفتو خديت بزاف ناري، ويلي اختي عايزه، اختي باينه. غادي نديرو شي مصيبه وغادي ناخدو الشفيرات وغادي نلاصقوهم. عجبنيش الصراحة بزاف، غادي نصايب الاخرى عادية. بنات انا كيعجبوني شفاري هكا لتحتانيين على هكا، هكا ما عجبونيش، حسيتها لا علاقة. كيعجبوني هكا يجيو مفرقين وكيبانو كتافين، ما عجبتنيش هكا الصراحة. غندوز ندير واحد الايلاينر خفيف ظريف باش يكمل لوك اختي ديال العين ونرجع ليكم. فكيف ما كتشوفوا هنا البنات، درت واحد الايلاينر اللي هو خفيف، واخا الايلاينر عرفتو ديالي بدا كينشف، ودرت هكا شوية ديال الهايلايتر وفكسيت وجهي بشوية ديال الباودر. فغنجيو لهاك الاخيره اللي هي ديال الفم، نشوف اختي هادشي راه لحد الان مازال مزيان، هادشي نشوفو كيفاش غتكمل معاه هادشي ديال الفم. فكيف ما كتشوفوا الفيديو قدامكم، الفم كيكون ناشف بحال هكا، ما فيه لا موسترايزر ولا حتى شي حاجه. فغادي تراسي شنايفها بالقلم ديال الحجبان، مورا غادي تحط بلاشر ولا فارجو، وغادي تحط من فوقه جلوس اللي هو شفاف، شفتو كيفاش كيعطي لافي زوين. فغادي ندير بحالها اختي، غادي نطراسي شنايفي قلم ديال الحجبان. كتشوفوا حطيت هذاك طراسيت كيفاش دارت هي، بقات لي اخر حاجه هو جلوس. انا ما عنديش جلوس، فغادي ندير هذا حتى هو ترانسبارون. كيف ما كتشوفوا كان هذا الفاينل لوك ديال هاد لي تروك كاملين، هاد الخدع كاملين ديال تيك توك اللي درت لكم. فبغيت نقول لكم على اخر حاجه اللي هي الشنايف، ما عجبتنيش الصراحه بزاف، امبوسيبل نرجع نديرها، حيت اول حاجه ما كيعجبنيش فمي يبقى هكا كيتلاصق، هكا كيعجبني هكا بحال هكا غير التصوير ولا شي ولا شوتينغ ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للشنافتي الفوقانيه كيف ما كتشوفوا جات غالقه على التحتانيه، ما عرفتش علاش، حاولت يجي نخفف زعما هكا بصبعي يجي اللون بحال بحال. ساعه نكدوش عليكم ما عجبتنيش نهائيا، وما نقدرش نديرها، واصلا كنحس بحال اللي كتنشف الشنايف، خاص يكون فمك مضغط. انا كيعجبني اللبسه كيكون مضغط شنايفي، ما نحسش بداك النشوفيه. كيف ما كتعرفوا هذاك البلاشر ناشف والقلم ديال الحجبان حتى هو ناشف، فما عجبتنيش. بالنسبه للفون دو تان ف كيف قلت لكم الجهه اللي درنا لها هذوك لي زيتاب بحال اللي بدات شويه كتخطط لي هنايا، بدات كتخطط شويه وحسيتها بحال كتلمع بزاف عكس هاد الجهه. هاد الجهه بقات مزيانه الصراحه، وهاد الجهه ما فيهاش الخطوط نهائيا. وعاد عندي البنات شي حبيبات هنايا رقيقين بهاد الجهه الفون دو تان، كيبانو بينت لي حتى هادوك التقيبات اللي عندنا هنايا، عكس هاد الجهه لا فينيسيون خطيره الصراحه. وصافي لك
التبيدات كيف ما كتشوفوا كان هذا هو لوك فينال ديال هاد التيك توكات وهذا الشيء اللي درنا اختي، هاد الخدع اللي جربنا. فكيف قلت لكم انا هذوك هما اللي عجبوني، راكم شفتوهم الخدع اللي عجبوني واللي غادي نعتمد. بالنسبه انا اللي غادي نعتمد واللي عجبتني بزاف 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 هي اللعيبه ديال كيفاش كدير الكونتورينغ لوجهك باش كيعطيك هكا واحد اللافت زوين للوجه، وحتى الطريقه ديال العوينات عجبتني. تقدروا البنات نتوما تبدلوا لي كولور، انا عجبوني لي كولور اللي دارت وقلت علاش لا ما نديرهمش، صراحه حمقوني حمقوني. و نتوما تقدروا تبدلوا لي كولور، ديروا هكا مارون، ديروا ذهبي هكا غادي يطلع لكم زوين، ما كيحتاج لا بلاند لا حتى شي حاجه، عرفتوا بسرعه خياليه كي هكا كيجي واجد وصافي. البنات ما تنساوش تقولوا لي شنو عجبكم في هذا الخدع، وكنقول لكم انا تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اختي لايك للفيديو، وما تنساوش تعطوني الاراء ديالكم لتحت في التعاليق، وانا كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.